اللي نزل الواحد تنزيل اللي له المعبود يرفع يدينه صوت العذاب اللي تعدل به الدهري وكل القبائل مثلنا بايعينه حكامنا مسعودين ورجين وجدودنا من قبلنا بايعينه الله وهبنا حاكم مما لهم دين خادم يتبع عسى الله يعينه ياخذ له الدار خيبه وتبجيل لهيبه تندحي العروق الدنيا صفوة ملوك الأرض ومقاده تهين لهدوء المجد البشارة ما لقينه وذهب سلمان لكن ما قيل أكبر من التاريخ المرضيه الله وهبنا نادر ما له الدين خادم يتوضع عسى الله العين يا قبل الداري خيبه وتبجيل لهيبة تندحي العروق البنينة صفوة ملوك الأرض ومقاده تهين لهدوء المجد البشارة ما لقينا هو فهد سلمان لكن ما قيل اكبر من التاريخ ممرخينا ابن ملك وخو ملك وابي الخيل وابو ملك بعلانها محتلين اسئلتها خطيرنا ومضرب تماثيل في صفحه التاريخ يوم الثمينة كان الزعيم اللي عروده مباثي صحبه زعيم العالمه امراه بينا في الدار ونوره صعود المهابيل موقفه كل العالمه مشاهدينا لا تشرب بسرعه من بن والهب كل اللي يدس شاربه من يمينه. هذه طبعا ملكنا الله يقول في عمره يعرف الرئيس اكبر دوله في العالم لما يشرب الحجاب بسرعه هذا يكفي يعني. يا سيدي سلمان ما تحدث الميل واللي تقوله كلنا ميدينه لو العمر له سوق كتاب ممكن بارواحنا واموالنا مشترينا ولو العمر يهدى بلي مراسيل من قال هذا بداك باقي سنينه لو الله الله عافك الله به الحين الله حرام عافك الله به الحين الله طلاق عافك الله به الحين محمد ولا سلمان يا جاهلين يا سيدي سلمان ما لحقك البيت وشيء تقوله كلنا ميدينه لو العمر للسوق نكتاب ونكيل بارواحنا واموالنا مشترينا ولو العمر يهدى لنا مراسيل من قال هذا بداك باقي سنينا لو الله الا عافنا الله بالحين محمد ولا سلمان يا جاهلين اهل يا بشر كنا تخيل المخاييل الهيمنه والكبرياء والسكينه والابتسام كنا نراح الهمالي واحد المحتاج من والدينا ويجعل له الله الموت والبلد تنجم ملوك لا رب عين محمد عزى امه صدوق الاقاويل محمد عزى امه صدور مقابيل ما هرب غير الله والاسلام دينا اسم الاميره شوبها بعين الدين اسم الملك يا سيدي الى اخرينا اسم الاميره شوبها بعين الدين اسم الملك يا سيدي الى اخرينا مبات موجد وابشر وبد باصين واليوم ابن عمك بن محتمينا الغرب راس الشر صدقوها الغرب راس الشر وايران له ذيل والشرق الروسي وهند وصين ذول الجواسيس وذول العماميل وقلوبهم تغليه بحب وبغينا وكان تبغى امك والله اسرائيل من حرب الله ربك اللي يهينا وما دامها وصلت الى المواصيل اما يسار الدرب ولا يمين اسمع كلام المخبرين المصاقين عن مذاهب قالها قابلين شرب المصايب مثل شرب البراجيل ويقولها من حامنا وقت وحينه يقولها محمد صدوق الاباويل ينحت كلامه للعدو في جبينه دار ما تاسع ليش يا وسطي ملحقنا والله عليها ابينا اسمع كلام المخبرين المصاقين عن مذاهب قدرها قادرين شرب المصايب مثل شرب المناجيل ويقولها محمد وقت وحينه يقولها محمد صدود الاقاويل ينحت كلامه للعدو في جبينه دار ما تاسع جيشنا ولا سطين ملحقنا والله عليها ضبينا ولا غيرنا وهو البسيطه ريجين ولا غيرنا حامل حرب المدينه. احنا هذا العود يا اهل السيف والخيل انا شفت المتون اللي من اول محاميل بالسيف الاجرب حملا محملين احنا هذا العوده هذا السيف والخيل ما ندحم الا من الجنوب المتين
ما حنا وهبنا الله عز وجل في أنواع دستورنا حاضرين، حنا سعوديين، حنا دهاوي، حتى الوطن مرواحنا محتمين، حنا عمر وملوك السيل، عدونا في جلدها مكفرين أطراف، وحنا لك اسم السعودي على جلد وسهل، اسم مركز أهل المعادية بعيدنا أطراف، وحنا لك رموز مظالم وفي حق من عداء ارباح سنينة الاعتزاف أطراف، وحنا لك رموز مظالم وفي حق من عداء ارباح سنينة الاعتزاف جوهم كفاية المداقين حوض المنايب أمركم واردين سبع أيضا سلمى بن نصفي ليه بلا مصبح إلا بن سلم حرنين أضرع محنا بالرموش المضالي وبحق من عدا ارباح سنين سبع أيضا مسجد أبو سلمى بن نصفي ليه بلا مصبح إلا بن سلم حرنين لو لا من بيني ضربوها الذين لو لا رحب أخذ نوحا السنين تهدي الهدي الحدوسية وتصل رصيد شعر ذبين ولا مواطن ذمينا شاعر وطن ماني شاعر مواطن المنصف خلق بمرنا للشاعرين. السلام عليكم.